بدأ مجلس الشيوخ في جلسات العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين. يتضمن مشروع القانون التزام الدوله بحمايه حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر ومنها ضمان حقوق المسنين الوارده بالاتفاقيات والمواثيق الدوليه التي صدقت عليها مصر وعدم القيام باي عمل او ممارسه تتعارض مع احكامها الى جانب ضمان الحق في الحياه والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحيه